بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثالث. على آله وأصحابه أجمعين. يكون حديثنا اليوم مع قوله مع الحديث الشريف عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث عظيم احتاج إليه المسلمون في كل وقت، ولا سيما في هذا الزمان وفي كل زمان. فقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مشروعية الوعظ، أن العلماء يعظون الناس، بمعنى أنهم يذكرونهم ويخوفونهم بالله عز وجل، ويذكرونهم الموت وما بعده، من أمور تكون بعد الموت هائلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالوعظ مطلوب، والقرآن سماه الله موعظة، سماه الله موعظة، فيشرع للعلماء أن يعظوا الناس ويذكروهم ويخوفوهم بالله عز وجل. فليس الأمر مقصورا على التعليم، تعليم الأحكام، هذا شيء مطلوب، ولكن مع التعليم يكون هناك موعظة تحرك القلوب وتذكر الناس بمستقبلهم وما ينتظرهم، وتذكرهم بعقوبات المعاصي والمخالفات، وتذكرهم كذلك بجزاء الإحسان وجزاء الطاعة وما أعد الله للمتقين وما أعد للكافرين والعصاة والمذنبين والمنافقين. كل هذا يحتاج إلى أن يذكر به. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة،
يعني بلغت القلوب وأثرت فيها. فينبغي للواعظ كذلك أن يعظ الناس بموعظة بليغة تؤثر فيهم، موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب وذرفت منها العيون بالبكاء من خشية الله ومن الخوف من المستقبل. فالموعظة لها مكانة في الإسلام، خلاف الذين ينادون ويقولون لا تذكروا الجنة والنار ولا تذكروا الناس هذه الأمور، ينتقدون، فيه ناس الآن ينتقدون الوعاظ وينتقدون خطب الجمع إذا كانت تشتمل على موعظة وذكر للجنة والنار، ينتقدون هذا لجهلهم وغفلتهم. فالموعظة مطلوبة، الله جل وعلا يقول واعظهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبشرا ونذيرا، مبشرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الكفر والنفاق والمعاصي. موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا فيه مشروعية الموعظة من أهل العلم، ولكن لا يداوم عليها كل يوم، وإنما تكون بعض الأحيان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة، خولهم يعني يعظهم ولا يداوم على ذلك في كل يوم، وإنما في الأوقات المناسبة، ولا سيما إذا حصل من الحوادث ما يقتضي التذكير، كما ذكر صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، إنه صلى بالناس صلاة الكسوف ثم وعظهم بعد الصلاة وذكرهم بمناسبة هذا الحادث، ألا يمر هذا الحادث بدون اعتبار. كذلك الحوادث الأخرى ينبغي للعلماء أن ينتهزوا الفرصة فيعظ الناس على إثرها حتى يتنبهوا، ولا تمر الحوادث بدون اعتبار وبدون تذكير. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، مودع يعني مفارق، مودع هو المفارق، لأنهم شعروا من هذه الموعظة قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى وترك الأمة. الموت كتبه الله على بني آدم، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت،
كل نفس ذائقة الموت، الأنبياء، الرسل، الصالحون وغيرهم، الموت كتبه الله، فلا أحد يبقى على قيد الحياة ويعمر في هذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره أتى عليه الموت ومات عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما رأوا هذه الموعظة البليغة فهموا أنها عند رحيله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، فقالوا له أوصنا أوصنا، طلبوا منه الوصية، لأن الذي يريد أن يسافر أو يريد أن يرحل عن أهله أو عن أحبابه ينبغي له أن يوصي أحبابه وأقاربه وإخوانه، يوصيهم من بعده كما وصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا إبراهيم عليه السلام وصى، وهذا يعقوب عليه السلام وصى، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وصى عند موته، فقال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، أوصى صلى الله عليه وسلم بما وصى الله به، فإن الله جل وعلا يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصى الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين بتقوى سبحانه وتعالى. والتقوى كلمة جامعة تجمع كل الخير، والتقوى في الأصل، التقوى في اللغة أن تجعل وقاية بينك وبين ما تكره، تجعل بينك وبين ما تكره وقاية تقيك منه، كما تتخذ الوقاية ضد البرد، تتخذ الوقاية ضد، يعني تتخذ الوقاية ضد البرد، تتخذ الوقاية دون الشمس، أشعة الشمس تتخذ وقاية تقيك من أشعة الشمس في القيلولة، حرارة الشمس، تتخذ وقاية عن الشوك بالنعال، تلبس النعال من أجل أن تقيك، أن تقيك عن الشوك وعن حرارة الرمضة، هذه الوقاية. الوقاية أن تتخذ ما يدفع عنك ما يضرك. وكذلك الطاعة وترك المعصية يقيك ذلك من عذاب الله سبحانه وتعالى. بماذا تتقي النار؟ تتقي النار بالملابس، تتقي النار بالأبنية والحصون، تتقي النار بالجنود؟ لا، النار ما يقي منها شيء والعياذ بالله، ما يقي منها
إلا شيء واحد، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، اتخذوا وقاية بينكم وبين النار. الله جل وعلا يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقوا النار بأي شيء؟ اتقوا النار بالعمل الصالح وترك المحرمات. لا يقي من النار إلا تقوى الله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجي من النار إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله، تقوى الله جل وعلا هي فعل أوامره وترك نواهيه، فعل أوامره رجاء ثوابه سبحانه وترك ما نهى عنه خوفا من عقابه، هذه تقوى الله. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من الله جل وعلا، وصية لنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي اتقوا عذابه سبحانه وتعالى وغضبه وسخطه. اتقوا الله، اتقوا عذابه وسخطه وغضبه سبحانه وتعالى حق تقاته، حق تقاته. هذه أشكلت على بعض السلف، لأن تقوى الله حق تقاته لا أحد يستطيعها، وفسروها تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من يستطيع هذا؟ من يستطيع أنه يسلم من هذه الأمور؟ من يستطيع يقوم بتقوى الله حق تقاته؟ ولذلك أشكلت هذه الآية على بعض السلف، لأن السلف يفقهون القرآن، يفقهون القرآن، ما يقرؤون القرآن عبور ومرور بدون التفات إلى معاني، بل يلتفتون ويتفقهون في معاني. فلما قال لهم اتقوا الله حق تقاته أشكل ذلك عليهم وصعب عليهم، فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فخفف الله عن المسلمين. بعضهم يقول هذه الآية ناسخة لقوله حق تقاته، وبعضهم يقول لا، هذه الآية مفسرة، مفسرة لقوله اتقوا الله حق تقاته. فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال السلف كانوا يقرؤون القرآن بتدبر، ما كانوا يمرونه على الألسنة ويترنمون به ويرتلونه بدون تدبر وبدون تفهم.
ولذلك لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أشكل ذلك أيضا عليهم، أشكل عليهم من يعمل سوءا يجزى به، من يسلم من عمل شيء من السوء؟ فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا أبا بكر أليست تصيبك اللأوى؟ قال بلى. قال أليس يصيبك كذا وكذا من الأمور؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به، ما تجزون به، لأنهم فهموا أن الآية من يعمل سوءا يجزى به يعني في الآخرة، والرسول بيّن أن ما يجري على الإنسان في الدنيا من المكاره أنه مما يجزى به ومما يكفر الله به خطاياه، فعند ذلك اطمأن أبو بكر رضي الله عنه واطمأن المسلمون. الشاهد من هذا أن السلف كانوا يقرؤون القرآن بتأمل وتفقه في معانيه، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، تقوى الله هذه عامة، والسمع والطاعة هذه من تقوى الله، من تقوى الله، ولكنه نص عليها لأهميتها. السمع والطاعة لمن؟ السمع والطاعة لولاة الأمور، أمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين. ولاحظوا المناسبة، المناسبة في هذا أنه لما قرب رحيله صلى الله عليه وسلم وكان هو ولي الأمر، كان صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، فإذا رحل صلى الله عليه وسلم فسيكون بعده ولي أمر، كانوا يسمعون ويطيعون للرسول صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا ويطيعوا لمن يخلفه صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين في كل زمان. ولاة أمور المسلمين هم خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، من تولى أمر المسلمين وجبت طاعته دون نظر إلى نسبه أو إلى جاهه أو إلى، إذا تولى أمر المسلمين وجبت طاعته لما في طاعة ولي الأمر من المصالح العظيمة، من اجتماع الكلمة ومن حصول القوة للمسلمين ومن حقن الدماء، ومن حقن الدماء ومن إنصاف المظلوم من الظالم، ومن منع العدوان، عدوان الناس بعضهم على بعض. لو لم يكن هناك ولاة أمور لصارت الدنيا فوضى كما كانوا في الجاهلية، كما كانوا في الجاهلية فوضى، سفك دماء وسلب أموال وهتك أعراض. فلما جاء الإسلام حصل الأمن والاستقرار والانقياد لولي الأمر، الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الامتثال. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم.
تجب طاعة ولاة أمور المسلمين في غير المعصية، أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لما يترتب على طاعة ولاة الأمور من الخير ومن الأمن والاستقرار واجتماع الكلمة والهيبة للمسلمين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما التمرد وشق عصا الطاعة على ولاة أمور المسلمين فهذا يحصل به فوضى، يحصل به الشر، يحصل به التفكك، يحصل به تسلط الظلمة، يحصل به اعتداء الأعداء على المسلمين، تذهب بلاد المسلمين، من يدافع عنها؟ من يمنع الظالم من ظلمه؟ من يحكم بين الناس بالشرع؟ إلى غير ذلك من المحاذير التي تترتب على معصية ولاة الأمور وشق عصا الطاعة. ماذا حصل على المسلمين من النكبات إذا خرجوا على ولاة الأمور؟ ابتداء بمقتل عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، خليفة الراشد عثمان بن عفان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، لما اعتدى عليه هؤلاء الظلمة الطغاة الذين شقوا عصا الطاعة وقتلوا، وقع في الأمة الخلاف الذي لا يزال إلى الآن، والأمة تعاني من الشقاق والخلاف والقتل والقتيل وغير ذلك. ثم تعاقب هذا كل ما حصل تمرد على ولي أمر من ولاة أمور المسلمين، حصل على المسلمين من النكبات ومن الفوضى ومن ضياع الأمن وهتك الأعراض وسلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وإن تأمر على الناس إنسان ليس له نسب رفيع ما دام إنه مسلم تولى أمر المسلمين فإنه تجب طاعته أيا كان، لا لشخصه وإنما لمنصبه وهو ولاية أمور المسلمين. فيجب على المسلمين أن يفقهوا هذه النصيحة وهذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم عند رحيله من الدنيا. ماذا أوصاهم؟ أوصاهم بعد تقوى الله بالسمع والطاعة لمن يوليه الله أمر المسلمين. وهذا، ونؤجل بقية الكلام على الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل تجوز الموعظة بعد صلاة الجمعة أم يكتفى بخطبة الجمعة؟ لا بأس بالموعظة بعد صلاة الجمعة بعض الأحيان، لا يداوم عليها، وإنما بعض الأحيان خصوصا إذا حصلت مناسبة تقتضي التذكير، كتأخر المطر مثلا وكتسلط العدو
وغير ذلك من الأسباب التي تقتضي أن ينبه المسلمون على تجنبها. نعم أثابكم الله. ويقول وكذلك بعد الصلوات المفروضة، لأن موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التي ذكرها العرباض كانت بعد صلاة الفجر، كانت بعد صلاة الفجر، فتشرع الموعظة بعد أدبار الصلوات بعض الأحيان، ومن ذلك صلاة الجمعة، لأن الناس يجتمعون في لصلاة الجمعة فيناسب موعظتهم. نعم أثابكم الله. وما حكم الموعظة بعد الدفن أو قبل الدفن عند المقبرة؟ هذا غير مشروع، اتخاذ المداومة على الوعظ عند القبر هذا غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، وإنما فعله مرة لسبب، وهو أنهم لما جاءوا وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله ينتظرون القبر ينتهي حفره، فوعظهم صلى الله عليه وسلم بسبب تأخر الدفن. أما إذا جاءوا والقبر مجهز يشتغلون في الدفن، وإذا فرغوا من الدفن ويدعون لأخيهم بالتثبيت ويستغفرون له ثم ينصرفون. نعم أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الاستماع إلى محاضرات ومواعظ الدعاة الذين حذروا منهم العلماء ونشرها بين الناس، لا سيما المحاضرات العامة في مواضع الترغيب والترهيب؟ يا إخواني، اقبلوا الحق ممن جاء به، إذا وجدتم فائدة أو وجدتم فائدة علمية، وجدتم خيرا في الكلام، فاقبلوا ممن جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من يهودي، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يقولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد، وأن يحلفوا بالله ولا يحلفوا بالكعبة. فالرسول قبل عليه الصلاة والسلام التنبيه من يهودي، فالحق يقبل ممن جاء به، الحق ضالة المؤمن يقبل ممن جاء به، أما الباطل فإنه لا يقبل. نعم يقول السائل: لي قرابة جبروني على القطيعة يؤذونني، فهل علي إثم إذا ما وصلتهم؟ نعم، هذا السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا كنت ما تصل إلا من يصلك هذه مكافأة مالك منه، لكن الصلة الصحيحة أن تصل من قطعك، هذه هي الصلة الصحيحة. وجاءه رجل فقال: إن لي قرابة أحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. فيجب على المسلم أن يصل أقاربه ولو قطعوه ولو أساءوا إليه، يجب عليه أن يصلهم، يقوم بالحق الذي عليه، وهم مسؤولون عما
عن الحق الذي عليهم. نعم. ثابكم الله. هذه بعض الأسئلة متعلقة بالبيوع. السؤال الأول يقول: رجل تاجر يأتي ببضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية، وذلك من دول أسيوية لغرض بيعها أقل من البضاعة الأصلية بكثير، وهذه البضاعة في الغالب تكون مشهورة دوليا مثل، وذكر أسماء باللغة الإنجليزية، مع العلم أننا نبين أنها ليست الأصلية وعدم إذن الشركة الأصلية. نعم، إذا بينتم يكفي. إذا قلتم هذه السلعة تقليد ليست أصلية وبينتم، دخل المشتري على بصيرة. أما إذا قلتم لا، السلعة هذه أصلية وهذه جيدة، وكذبتم عليه، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يجب البيان. نعم. ثابكم الله. يقول: رجل تاجر وعند وصول بضاعته إلى بلده يعطي الوكيل مبلغا معينا من المال مقابل إخراج البضاعة، وهذا الدفع قانوني بالنسبة إلي، ولكن الوكيل لا أدري كيف يخرج هذه البضاعة من الجمارك، وكيف يكون دفعه لهم هذا المبلغ. السؤال: هل يجب علي أن أعرف كيف معاملة هذا الوكيل مع الجمارك، أم يكفي أن أدفع المبلغ المطلوب مني ولا يهمني كيف معاملة هذا الوكيل، وجزاكم الله خيرا؟ المهم أنك تدفع له مقابل أتعابه، تدفع له مقابل أتعابه في استخراج البضائع، ولا تسأل عن عمله، هو المسؤول عن عمله، أنت لا تسأله عن عمله. نعم. ثابكم الله. وهذا يسأل: هل يجوز شراء بضائع الكفار التي تباع في بلاد المسلمين، أم يجب مقاطعتها؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، والأصل في البيع والشراء الحل، الأصل في المعاملات الحل. أما كان جيدا ونافعا من السلع وأنت بحاجة إليه فاشتره، ما لم يصدر منع. إذا صدر منع من ولي الأمر، إذا صدر منع من ولي أمر المسلمين بمقاطعة هذه السلع فلا تعصي ولي الأمر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا لأبي معاق ويتحرج كثيرا في الوضوء، بحيث يوضئه أحد أبنائه ويزداد الحرج في الغسل، ولما لم يكن معه أولاده الذكور، مع العلم أن زوجته مطلقة، هل يجوز له أن يتيمم رغم أن الماء لا يضره، ولكن يتضرر من حركته الصعبة عليه أثناء الوضوء خاصة الغسل؟ قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل التيمم لأحد أمرين: إما للمرض الذي يصعب معه استعمال الماء، وإما لعدم الماء. فالمريض الذي يصعب عليه استعمال الماء يتيمم، والحمد لله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إن وجد من يوضيه ويساعده على ذلك من غير مشقة عليه فإنه يجب عليه استعمال الماء. أما إذا لم يجد من يساعده أو عليه مشقة، حتى لو ساعده أحد يكون عليه مشقة ويكون عندها وجاع وآلام، فيكفي أنه يتيمم بالتراب والحمد لله. نعم. يقول السائل: أنا موظف في مدرسة وأقوم بعملي في هذه المدرسة في 8 أيام في الشهر. نعم. يقول: أنا موظف في مدرسة وأقوم بعملي في هذه المدرسة 8 أيام في الشهر حسب تقسيم المشرف،
ما حكم هذا الراتب وجزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. يقول: أنا موظف في مدرسة وأقوم بعملي في هذه المدرسة 8 أيام من الشهر حسب تقسيم المشرف، ما حكم هذا الراتب؟ حسب النظام، هذا حسب النظام، نظام المدرسة. إذا كان النظام يسمح بهذا التقسيم أو هذا التنظيم فلا بأس، أما إن كان النظام لا يسمح فلا يجوز لك. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة وقام بتسجيل ذلك في سجلات الشركة ثم طلقها دون أن يخبر الشركة بذلك، ثم تزوج بأخرى ثم توفاه الله تعالى وقامت الشركة بتقسيم التركة بيد الزوجة والأبناء، مع العلم بأن المرأة الأولى لم يفرض لها مهرا ولم تأخذه عند الطلاق، فهل هذا المبلغ التي زاحمت فيه الزوجة الثانية من حقها أم لها مهرا، وما مقداره؟ هذه تراجع فيه المحكمة الشرعية، تراجع فيه المحكمة الشرعية، لأن هذه مسألة مواريث ومسألة عقود نكاح، تنظر فيها المحكمة الشرعية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا أعرف شيئا في ذلك، إن النظر إلى الكعبة عبادة. الكعبة بيت الله عز وجل، وأوجب الله علينا استقبالها في الصلاة والطواف بها، هذا الذي أوجبه الله علينا أو شرعه لنا، وشرع لنا استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود تقبيله، فنحن نقتصر على ما شرعه الله لنا ولا نضيف شيء من عند أنفسنا بدون دليل. أنا لا أعرف دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة. نعم. وأين يكون النظر في أثناء الصلاة لمن هو داخل المسجد الحرام وجزاكم الله خير؟ النظر المصلي في كل مكان، في المسجد الحرام وغيره، يكون نظره إلى موضع سجوده، يكون نظره إلى موضع سجوده، لأن هذا سبب للخشوع وقطع الشواغل، لأنه إذا نظر أمامه وسرح بصره في المارة وسرح نظره في ما أمامه من المشاهدات شغله ذلك عن صلاته، إذا نظر إلى موضع سجوده فإنها تنقطع عنه هذه الشواغل ويقبل على صلاته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أمي لها 80 سنة ومعها زوجتي لها 43 سنة، فهل يجوز لهم أن يسافروا مع حملة وليس معهم محرم إلا هذه الحملة، مع العلم أنني سوف أستقبلهم في مدينة جدة لأنني مقيم بها؟ لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مهما بلغت من العمر، لا يجوز سفرها بدون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة، هذا عام في جميع النساء كبارا وصغارا، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لا تسافر امرأتك أو قريبتك أو موليتك، لا تسافر إلا ومعها محرم، استقبالك لها في جدة ما يكفي هذا. نعم. إذا وصلت جدة انتهى السفر، كلام على السفر على الطريق. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك رجل طلب من أولاده أن يعطوه زكاة أموالهم من أجل أن يوزعها بنفسه على الفقراء، فأخرج النصف وبقي النصف الآخر، أخرجه متأخر، فما حكم هذا التأخير وجزاكم الله خير؟ على كل حال، ما دام أنه أخرج الزكاة ولا حبس ولا أخذ منها شيء أو تملك منها شيء، ما دام أخرجها فهو أخطأ في التأخير، ولكن حصل المقصود وهو وصول الزكاة إلى مستحقيها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل:
ما حكم الصلاة في مسجد أمامه من جهة القبلة وإحدى جانبيه بهما قبور ولا يفصل بينهم إلا سور المسجد فقط، وهل يجوز بناء سور آخر؟ ما يجوز صلاة في مسجد عنده قبور متصلة به، متصلة به ليس بينه وبينها إلا جدار، هذا ما يكفي، لازم يكون بين المسجد وبين القبور فاصل، إما شارع يمشي معه الناس وإما أرض فضاء، أما الجدار فقط هذا لا يكفي ولا يخرج هذا المسجد من أنه مبني على قبور، ولا يمنع أيضا الصلاة فيه من أن تكون صلاة عند القبور. نعم. يقول السائل: هل يمكن لطالب العلم أن يجعل حلقة لمجموعة من طلبة العلم المبتدئين فينقل لهم شروح متن مختصر من شروح بعض العلماء الموثوقين؟ ما يصلح هذا، ولا هذا، ما هو هذا طلب علم، هم يأخذون الأشرطة ببلية الواسطة ذا، يأخذون الأشرطة ويستمعون له ويقرؤون الشروح، ما يحتاج أنهم يجتمعون على واحد، فهذه ما هي بطريقة تعلم. نعم يستفاد من الأشرطة ومن الكتب، مجرد استفادة، لكن لا يعتمد عليها على أنها طريق للتعلم وحدها بدون مدرس بدون عالم بينها. نعم، هذا كررناه عدة مرات، طريقة التعليم والتعلم. نعم. يقول السائل: دخلت في صلاة الجنازة مع الإمام بنية صلاة القيام فماذا علي؟ نعم. يقول: دخلت في صلاة الجنازة مع الإمام بنية صلاة القيام فماذا علي؟ ما يصلح هذا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصلح تجمع بين صلاة جنازة وصلاة القيام أو صلاة الفريضة، صلي صلاة الجنازة أول ثم بعد ذلك تصلي صلاة القيام. نعم. ثابكم الله. يقول: نحن شباب نعيش في إنجلترا وجاء إلينا أحد الشيوخ فسألناه عن الأمر الذي يقول: نحن بعض الشباب نعيش في إنجلترا وجاء إلينا أحد الشيوخ فسألناه عن الأمر الذي أشكل علينا هناك وقد اختلفنا فيما بيننا وكثير منا مرتاحوا من فتواه. السؤال: عندنا هنا أغلب الأطعمة والأشربة فيها شيء من الخمر القليل وشحم لحم الخنزير، وأن هذه الأطعمة يومية لدينا، ثم الشيخ أفتانا بجوازها إن كانت الخمر أو شحم لحم الخنزير يذهب أثرها وطعمها ورائحتها عن هذه الأطعمة، فنرجو من فضيلتكم التوضيح في هذا الأمر. نعم، إذا ذهب المحرم ولا يبقى له أثر فليس له وجود، إذا لم يبقى له أثر لا طعم ولا رائحة ولا أي أثر فإنه قد ذهب ولا حكم له. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل وهب لابنه محل واشترط عليه إن شرع في العمل أن يكون هذا المحل مقهى، وفي بلدنا جل الزبائن يتعاطى الدخان مع القهوة، السؤال: هل يجوز لي أن أوافقه على هذا المشروع علما أني لا أستطيع الإنكار على الزبائن؟ المحل الذي يكون للمعاصي تمارس فيه المعاصي لا يجوز لك تأجيره لهم، ولا يجوز إنك تقيمه للزبائن اللي يعملون فيه المعاصي، يجب عليك أنك تشترط على من يدخله، تضع لافتة على الباب وتشترط أنه لا يشرب الدخان في هذا المحل، فمن خالف صار لك عليه حجة في إخراجه منه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: عندي منزل
بعته بمبلغ من المال وبعد نعم. يقول يقول عندي منزل بعته بمبلغ من المال وبعد مرور 6 أشهر اشتركت مع شخص آخر وفتحت محلا تجاريا فمتى تتم زكاة المال؟ هل منذ بيع المنزل أو من عقد التجارة؟ أعد السؤال. يقول عندي منزل بعته بمبلغ من المال نعم. وبعد مرور 6 أشهر اشتركت مع شخص آخر وفتحت محل تجاري فمتى تتم زكاة المال؟ هل منذ بيع المنزل أو من عقد التجارة؟ الحكم لرأس المال، الحكم لرأس المال ما هو للبضائع، رأس المال، فيبدأ حول الزكاة من ملكك للنقود التي شاركت فيها في المحل، فإذا تم حول على امتلاكك للنقود فإن كانت النقود باقية زكيها بنفسها، وإن كانت النقود اشتريت بها بضائع فإنك تقوم البضائع بما تساوي وتخرج زكاتها. نعم. ويقول ما حكم من يقول أنه لا زكاة في عروض التجارة؟ هذا القول ضعيف جدا. القول الصحيح والراجح والذي عليه جمهور أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة لأنها مال، لأنها مال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا الزكاة مما تعدونه للبيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل وصلتني زكاة من شخص وأنا لست ممن تجوز فيه الزكاة، فهل يجب علي إرجاعها؟ نعم، ترجعها إلى من دفعها إليك أو أرسلها إليك فتقول له أنا لا أستحقها. نعم. يقول السائل قرأت عن بعض العلماء أن الشخص الذي له دين لا يجب عليه إخراج الزكاة على هذا الدين بحجة أن هذا الدين قد يطول سداده وإرجاعه، وهذا يسبب تعسير صاحب الدين الذي سوف يخرج زكاته كل عام، فهل هذا صحيح؟ العلماء رحمهم الله فصلوا في الديون، الدين الذي على ملي يقدر على السداد إذا طلبته منه هذا يجب عليك تزكيه كل ما تم عليه سنة، سواء قبضته أو لم تقبضه، لأنك واثق من رجوعه إليك لأنه عند ملي. أما إذا كان الدين على مفلس، على مفلس معسر أو على مماطل ولا تقدر أو لا تدري هل يرجع إليك أو ما يرجع، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه، إذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة. نعم. يقول السائل لما جئت بالعمرة من الميقات وضعت العباءة على ظهري وذلك لشدة البرد وأنا رجل كبير والطريق بعيد، فما الحكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك إذا لم تدخل يديك في أكمامها، إذا طرحتها عليك بدون أنك تدخل يديك في أكمام العباءة فلا بأس أن تلبسها على جسمك أو تلتحف، أن تلتحف بها وأنت محرم، سواء التحفت بعباءة أو ببطانية أو بكمبل لا بأس، المهم أنك ما تلبس العباءة لإدخال يديك في أكمامها. نعم. يقول السائل هل تشرع صلاة ركعتين بعد الأذان إذا لم تكن الصلاة لها سنة قبلية؟ نعم، استحب الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة يعني مستحبة. نعم. يقول السائل إمام مسجد أعطي سكن من قبل جماعة المسجد ولكنه أجر هذا السكن، فهل له أن يأخذ هذا الإيجار له أم لا؟ نعم،
له أنه يستفيد من سكن البيت، وله أنه يؤجره ويأخذ أجرته، لأنها في مقابل السكن الذي أعطي له، هو حق له يسكن أو يؤجر. نعم. يقول السائل: رجل جاء معتمرا، رجل جاء معتمرا، وفي البلد قال لهم صاحب الوكالة أنهم يبدأون بزيارة المسجد النبوي، وفي الطائرة قال لهم نبدأ بزيارة المسجد الحرام أولا، وعند الميقات لم يجد إحرام فلم يحرم، وعند وصوله إلى جدة اشترى إحراما وأحرم من جدة، فما حكم ذلك مع العلم أنه جاهل بالحكم؟ هذا تعدى الميقات بدون إحرام. إذا جاء من بلده قاصدا المدينة، إذا جاء من بلده مثلا من الشام أو من مصر أو من المغرب قاصدا المدينة، فهذا يمضي إلى المدينة، يمضي، أو جاء من اليمن قاصدا المدينة، هذا يمضي إلى المدينة، فإذا أراد الرجوع من المدينة إلى مكة يحرم من ذي الحليفة من أبيار علي. أما من جاء قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج فهذا يحرم من الميقات الذي مر به، الذي على طريقه، فإن تعداه وأحرم من دونه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية لترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: صليت يوم المطر المغرب وأنا واقف ولم أسجد لوجود البلل في الأرض، وإنما جعلت السجود نحو من الركوع، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم. يقول: صليت يوم المطر، أي يوم نزل المطر، المغرب وأنا واقف ولم أسجد لوجود البلل في الأرض، وإنما جعلت السجود نحو من الركوع، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا كانت الأرض فيها وحل وفيها طين، إذا كانت الأرض فيها وحل وفيها طين فيها ماء فإنك تصلي وتومي بالسجود لا بأس لوجود العذر لذلك. نعم. يقول السائل: أنا أديت عمرة كاملة ولكن لم أحرم بها من مسجد التنعيم، ولكن أحرمت بها من البيت، وكنت نعم. يقول: أنا أديت عمرة كاملة ولكن لم أحرم بها من مسجد التنعيم، ولكن أحرمت بها من البيت، وكنت جاهلا بالحكم، فما الحكم في ذلك وهل علي شيء وفقكم الله؟ البيت في مكة، أحرم بها من البيت في مكة، العمرة صحيحة لكن عليه فدية، عليه فدية عن ترك الإحرام من ميقات العمرة، لأن الذي في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين إذا أراد أن يأخذ عمرة لابد يخرج إلى الحل، يحرم بالعمرة من الحل، إما من الجعرانة أو من التنعيم أو من عرفة، المهم أنه يحرم خارج الحرم بالعمرة. نعم. فإن أحرم من الحرم كن عليه فدية بالعمرة، أما الحج يحرم به من مكة لا بأس. نعم. يقول السائل: شخص يستعمل الدشوش في منزله وهو يدعي الالتزام بالدين ونصح ولكنه لا يقبل النصيحة، كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ نعم، هو عاصي في استعماله الدشوش، هذه معصية وهو على دينه إن شاء الله، ولكن هذه معصية من المعاصي، فيستدعي أنه يناصح، تواصل معه النصيحة لعله يقتنع ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: شخص قام بأداء عمرة عن نفسه وأدى جميع أركانها ثم أحرم بعمرة أخرى عن أبيه ولم يحلق ولبس المخيط، فما الحكم؟ يعيد ملابس الإحرام ثم يحلق ثم بعد ذلك يلبس المخيط، لأن لبسه المخيط قبل الحلق هذا غلط وخطأ منه جهل، فعليه أنه يبادر بإعادة ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر رأسه، ثم بعد ذلك انتهت عمرته. نعم.
يقول السائل: خطب أخي فتاة ولما أراد أن يعقد عليها وكل بعض إخوانه بأن يعقد له، ولما عرف ذلك أخوه الأكبر بادر هو وعمه فعقد النكاح دون أن يشعر أخي ودون أن يوكلهم بالعقد، فما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟ وشلون وكله ثم لم يشعر؟ أعد السؤال. يقول السائل: خطب أخي فتاة، نعم، ولما أراد أن يعقد عليها وكل بعض إخوانه، نعم، بأن يعقد له، ولما عرف ذلك أخوه الأكبر بادر هو وعمه فعقدوا النكاح دون أن يشعر أخي ودون أن يوكلهم بالعقد، فما حكم هذا النكاح وجزاكم الله خيرا؟ هذا العقد غير صحيح، لأن الذي عقد غير وكيل لا يصح إلا إذا عقد الوكيل، فيعاد العقد من جديد. نعم. يقول السائل: رجل عليه دين وطالبه صاحب الدين بالمبلغ، ولم يجد هذا المدين سوى أن يعمل سائق سيارة لإحدى العائلات ويقود ابنتهم إلى المدرسة، فهل ذلك جائز؟ إذا كانت ابنتهم قد بلغت سن المحيض فلا يجوز أن تركب معه وحدها، هذه معصية، هذه خلوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أما إذا كانت طفلة صغيرة لم تبلغ فلا حرج في ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: إن الله سبحانه وتعالى ينزل على بيته الحرام أو ينزل على بيته الحرام 120 رحمة في اليوم والليلة، 60 للطائعين و40 للمصلين و20 للناظرين؟ نعم، هذا مذكور في بعض الكتب لكن ليس له سند صحيح. نعم. يقول السائل: ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن هناك من يحتج بأن الصحابة كانوا يتبركون بوضوئه حتى كانوا يقتتلون على وضوئه وخاتمه، وكذلك بأنه حين حلق شعره فرقه في الناس ليتبركوا به؟ هذا ما يفرق بين الجائز والمحرم. التبرك بمن فصل من جسد النبي